يا سيدي بنت سيدي عاودت لي نفس السؤال، قلت لها انا تونسيه، انا تونسيه على اساس باش تفهم. اش قالت لي؟ قالت لي عندكم بطاقه بس انتو. اهنا ندبهم ووه عليا ووه، هذا ما النماذج اللي يحطوا فيهم في القنصليات والسفارات. على ذكر بنيتنا محترمات هجيمة بالوشاح اللي شفتها في القنصلية، اللي قاعدة باركة وتسب في بلادي المعفنة هذيك اللي ما تسوى شيء، كان نقول لكم كيفاش لابسة وداخلة للقنصلية وكيفاش تحكي وكيفاش تتجلطم، كيف قدشها قعرة قدشها قعرة. والأحمر اللي هو لون الحب، لون الجمال، لون الدفء، لون الزهور الجميلة، فهمتني؟ أحلى زهرة تقها ديما اللون الأحمر. قدش يعيف الأحمر عليها. باه أي سيدي بن سيدي، خلي عاد لي خرجت من بعد هذيك بدون وشاح نهائي، حتى مكياج وكذا، فهمت؟ وترشت من واحد كتخل، قال لها انت حلوة، مشيت عملت له فضيحة لداخل، زعمة باش تظهر روحها اللي هي محترمة، يعني هي زعمة قلت لهم اسئلي. من بعد هو اللي بيكي يحكي معاهم كذا، قال له على فكره انا راني ما درت شيء غلط، راهو ما سبيتيش يا اخي. غزر له الاخر اللي بي، قال له ايه بس انت قلت لها حلوه، قال له ايه قلت لها حلوه، قال له هيدي مش شويه، اني مش شويه، شكل حكيل، شكل التفاهه اللي هما فيها، وكل حوار وكل وانا شادة روحي. التلميذ النجيب عاملة هك وساكت. يا سيدي بن سيدي، اخذت البطاقة بتاعي وقلت لها انا مبعوثة من استاذ كذا 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 لأقابل السفير او القنصل. قالت لي به الامور تمام الى حد الان، هاني نستنى. خزرت للهاتف متاعي باش نشوف الوقت. انا العشرة غير ربع، جيت عشرة غير ربع او غير اربعة. مشيت نقاها داخلة على 11 هكيكا، ويخرج واحد اعوذ بالله منه، سمين مش طويل برشا، هم سمين، راسه كبير، مخيب ملامحه. قال لي ممنوع التليفون، ممنوع الهاتف، اقفل الهاتف وحطيه في الشنطه، دسيه في الشنطه. قلت له ممنوع، اوكي. عملت هكايا، حطيته سايلنت باش نشوف الوقت، يعني لا تكلمت لا شيء، مع انه اللي جاو الليبيين الكل يهزوا في التليفون ويتكلموا. هو الحق يقول لهم زاد ممنوع، ما هما مطفينه ولا معبرينه. كان انا بركه اللي عبرته، او بالاحرى انه حبيت نوصل لهم انه التوانسه ما عمركم توصلوا لهم، لانه احنا ديما نحترموا القانون. به ما تكلمتش في التليفون، مع اني انا ماذا بيا نتكلم في التليفون، لاني بديت نحس فما خلل في الموضوع. وصلت لحديش ودرجين، وقفت قلت له معلش، وصلت المعلومه للمسؤول. شوي بس، قلت له شوي راهو 10 دقائق، راه شوي مش ساعة وساعتين.
قال لي شوي شوي بس استني غادي استني قاعمزي قاعمزي قاعمز عليك يا جورت قاعمز عليك حيدكم ان شاء الله يتيح عليكم حيدكم في داركم فهمتني عرفتك ايه قعدت قعدت وبديت نكتب في ملاحظات زدت شوية اخر يدخلوا يخرجوا يغزرولي يدخلوا يخرجوا يغزرولي يدخلوا يخرجوا يغزرولي فهمت فما حكاية الى حين فما واحد بهيم نعرفوا انا من عام وقت اللي جيت باش نحط شكايتي بادب قبل ما نمشي للسوشيال ميديا وقبل ما نحكي في الاذاعات وفي التلفزة ويلخ 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 مشيت على الاساس باش نعطي شكاية متاعي فهمتني يا اخي هو تجلطم معايا ما حبيتش الرد عليه تجلطم باسلوب مقزز جملة كل بهيمة ذاك لقيته اليوم عامل روحه مكستم زعمة زعمة وخانق روحه بكل فهمتني الربطة هذيك وقفلي وين الباب وقعد يكحل هكا يسخايب روحه يخوف فيا في بلادي فانا رديت عليه باكشن ما كانش يتوقع ماشي في مخهم يستفزوا فيا بالحركات المقززة والغبية فهمتني والغير مسؤولة وبالحركات البدائية وبالحركات الزبالة فهمتني التي تدل على مستوياتهم المستوى متاعهم المحطوط كما يقولوها الهابط المنصهر فأنا جاوبته بحركة جميلة جدا عملت له هكا واللي فهمها يكتب لي في الكومنتير طبعا الناس تكي باش تفهمها انا عارفه ونعرف شكون باش يفهموها معظمهم التوينسه باش يفهموها المعنى متاع الضحكه متاعي اظن وصلت فزاد هبل وقت اللي خرج شفت الراجل الاخر الثاني قلت له خويا خويا بربي باش نسالك قال لي نعم قلت له يا اخي لتوا ما كلمتوش السفيره باش نقابل السفير اي ولا لا ايه قال لي كيفاش اي اي نحن بنتصلوا وتخل بعضه اتصال السفيره العليا تخل بعضه حاسيله في الكلام فمنع اوكي خممت فكرت لي وهلة انه انا باش نمشي نقولها سمحني بطاقة التعريف متاعي ما عاش حاجتي باش نقابل المسؤولين متاعكم الغير مسؤولين ونخرج لكن قلت اكيد باش يماطلوني ومش باش يعطيوني بطاقة التعريف ويمكن يستفزوني باش انا نصيح ونعيط اعطيوني بطاقتي فيجيهم عاد هما على طبق من فضة انه يطلبوا لي الامن ويقولوا هذه تعمل في الشغب ويعملوا لي مشكلة راكم تلعبوا مع تونسية حرة كيما مسحت بكم القاعة مزال توا ذاك التقطيق وتوا الفلاق وكيما ما حبيتوش تحترموا قدركم وتجيبوها برجلة وبامور سلمية توا شدوا ميشيكم فانا طبعا خليته لاني عرفته يكذب خرج وما رجعش وانا قاعده نستنى شوفوا شو عاملوا بعد وقولوا لي في الكومنتير حد فيكم شنو ممكن كان يتصرف في بقعتي انا وهل تتوقعوا منهم انهم يتصرفوا هكاك او لا انا متاكده من برشا ناس انهم يتوقعوا منهم التصرف متاعهم لكن الغير متوقع هو التصرف متاع رجالنا الامنيين